صباح الخير للجميع. اذا دائما الواحد بيقول يدور على البركه، انا حسب رايي البركه بالاجداد وبعدين بالاحفاد. واحنا اليوم جمعنا البركه كلياتها بالبركه هون بالاقام، بس احنا الهدف عندنا البركه تبعتكم، ضحكتكم وشايفكم كيف انتم جايين مبسوطين. هذا بحس قديش احنا مقصرين بهي الشغلات، لازم نزيدها البرامج، مش بس المدرسه والمجلس واي واحد اهلا بحنا بمسؤوليه معينه، لازم بس نزيد هاي الشغلات ويكون اكثر اكثر، مش بس على عيد الام ومش بس على مناسبات معينه، اكثر تخلي الاحفاد والاجداد، لانه الاجداد مش دايمين ان شاء الله بعد عمر طويل، والاحفاد مش دايمين ولا حدا فينا دايم، بس خلينا نستمتع بالفتره هاي الحلوه بيناتنا. واليوم اليوم بدي اجرب كمان ندخل مش بس القاعده والصور، بدنا ندخل اخرى شغله زياده وجديده. بدي احنا طبعا لما عملنا البرنامج كمان، انا بحب اذا حدا عنده فكره من الاجداد او اي حدا بده يحكي فكره اللي نخطط لها السنه الجاي، كمان احنا جاهزين. بس لما احنا بنعمل برنامج، احنا بنعمل البرنامج كيف احنا بنشوفه مناسب وبالوقت الضيق اللي عندنا، لانه كمان انتم كل واحد برامجه وكل واحد التزاماته. اليوم اللي بده يكون هيك، بدنا عن علاقه الاجداد والجدات بالاحفاد، مشان ما احكيش انا يعني بشكل عفوي، مع انه بقدر احكي بشكل عفوي، بس حتى اخذت اشياء اللي هي مركزه من صحافه فرنسيه وصحافه انجليزيه وصحافه عربيه والى اخره، مركزه تماما. فانا بدي احكي لكم عن اربع اشياء اللي اكيد انتم كلياتكم تصطدموا فيهم. الشيء الاول طبيعي هو الفارق الزمني بيننا وبين اولادنا وبين احفادنا. لما في هون جدات الله يعطيهم العمر امام 70 سنه 80، انا يمكن اكبر واحد فيكم هون، بعرفش بالعمر، انا 85 سنه. يا ابو طولي، ابو طولي يمكن بعرفش. ابو طولي ما هو ابن صفي. لا انا وياه اولاد صف. العلاقه اول شيء البعد الزمني بيعطي للاطفال للاحفاد نوع من الطمأنينة. ممكن أبغى لا سمح الله يكون الأب يتوفى، ممكن الأم، ممكن تكون الجدة، إنما لما بشوفوا إنه الجد كبر في العمر وبعده بيتحدث وبعده بيروح مع رحلات معاهم أو بيطعميهم وبيجوا لعندهم للبيت، بيعطيهم طمأنينة نفسية إنه والله بتطلع سيدي صار 70 سنة، ستي صارت 75، صرنا هي أول عملية بالنسبة للطفل من ناحية طمأنينة النفسية إنه بكبر والإنسان بيعيش. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، هو اللي وجه إلى شوي حكى الأستاذ عنها، إنه شو العلاقة مع الأب والأم محدودة في العلاقة الزوجية والطعام والأكل والعمر والتعليم وإلى آخره، لكن اللي أكثر من هيك إنه أنا الأب لما خلف مش بس خلف هذا الأب اللي عنده أولاد، خلف كمان بنت وكمان بنت وكمان ولد وإلى آخره، صارت العيلة إيش هسا؟ صارت موسعة، يعني صار الأب الجد هو عنوان للعائلة، للخالات وللعمات وللعمومة والإخوال وإلى آخره، فهذا بورجي الولد إنه أنا مش من هذا، أنا من 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 كرمية كبيرة، من شجرة كبيرة وارفة. هاي النقطة الثانية، حاولوا يثبتوا هاي العلاقة الواسعة بين الأحفاد وبين العائلة الموسعة. الحالة الثالثة هاي بنقولها إحنا للأمهات وللآباء، عائلة بسموها اليوم باللغة العربية أو بالأكثر حتى بسمعها بالتلفزيون التنمر. التنمر لما بتشوف الأب أو الأم هايشين على الولد، بدك تأكل، بدك كذا أو لا، اقطع الكلام. ها واحد اثنين ثلاثة، أنا قلت لها لبنتي مثلا واحدة منهم مش مهم، قلت لها أنا ولا بتذكر مرة واحدة إنه أبوي يعدل لي أو أمي عدلت لي واحد اثنين ثلاثة، منين جايبيت لي هالشغلة هاي؟ شو السيرة؟ طولي روحك، طولي روحك، بنحلها بالهدوء يعني شوي. ليه؟ أنا بعرف إنه هي مضغوطة، وأنا بعرف إنه الأب مضغوط، وأنا بعرف إنه أما عملية الضغط الموجود في مجتمعنا عند كل الآباء، خاصة إذا الأم بتشتغل وبدها تروح على شغل، أو الأب بده يشتغل وبده يروح على شغله والولد بده، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة إخوان،
هي عمليه الحديث اللي ممكن يدور بين الجد وبين الاولاد، اللي مش ممكن يدور مع الاباء لانه مش عنده وقت. لما بيبدا يحكي له اصلا عن تاريخ العائله او يبدا يحكي له عن تاريخ البلد، او هو قال اذا كان ممكن تحكوا اشياء مهمه. انا بدي احكي لكم قصه واحده مهمه، يمكن في منكم هون حضرها عن الرحلات. عارف مين منكم كان معي بهاي الرحله لما اخذوني للمدرسه مدير سنه ال 75 وهي بال 74؟ كان 20 مشباط، كان لازم يطلعوا رحله. وين قالوا بناخذكم؟ ناخذكم على المنطقه الشماليه. فكان معي معلمين اثنين للقدناع، يعني القدناع معناها للسديه، شايفين؟ ليروحوا في الحقل. المحل اللي كان لازم نفوت فيه على محل البدو هناك في الشمال تاهوا عنه. نزلنا في وادي الحبيب، نزلنا في الوادي. يا عمي كيف؟ ولا عمي شو اللي صار؟ قديش اللي صار؟ من هناك وصلنا يا اخوان، تعرفوا قديش مشينا؟ 20 كيلو متر توصلنا لطبرية. اذا معانا معلمات، انا بتذكر منه ان معلمي هدى كان الدم يطلع من اجريه. فيومتها على اساس الرحلات انا عم بحكي وطلوع، انا تاثرت حكيت المهم خلينا نروح الكل سالمين. سموها رحله وادي المنايا. وانا اجاني تهديد، اجاني مكتوب من المعارف انه كيف تعمل شغله. وانا بطلت انه انا مدير جديد بعد ما عنديش خبره، ورحنا رحله مع الاولاد. الاولاد لليوم فيش بلاقي، بعرفش يمكن يكون بعرفش اذا حدا منكم كان معي من التلفزيون جد سمعنا. كنت معي فلليوم وين بيلاقوني؟ بيحكوا لي هاي احسن رحله رحناها بحياتي. فلذلك يعني بيكون في العمر امرار رحلات مع الاولاد مع البنات مع الجدات، بتكون رحلات ممتعه لكن فيها حديث. الاب بيحكي عن اشياء صارت، انا حكيت لكم لسه يمكن عشرات الاشياء. فالله يعطيكم العافيه. انا انصحكم نصيحه كلياتكم كبار، يمكن تقولوا ليش الاستاذ اللي ياخذ كثير بيسالوني هذا السؤال، كيف انت بعدك لسه يعني من ناحيه عقليه منيح ومن ناحيه نفسيه منيح وبتركض وبتروح عم تشتغل بالشغل وبالارض والى اخره، وبعمل رياضه بالاسبوع مرتين؟ هذا هو السر. انا بقعدش ولا يوم بالاسبوع، بعمل مرتين رياضه او ثلاثه رياضه مهما كان، شايفين؟ وهذا هو السبب. وبكلش كثير. فالله يعطيكم العافيه وتصيروا كلياتكم تكبروا كمان اكثر مني، وان شاء الله بنتمتع اليوم مع بعض. وانا كثير مبسوط اني اشوفكم كلياتكم. يعطيك العمر. ونعرف كيف نتقرب لبعض. مثلا لما انا باجي بسال حفيده على شغلات بالانترنت او بالمحشاب او شغلات هيك، قلت الله يا ستي كيف بتعرفيش كيف هيك؟ مثلا اذا انتم بتتفهمونا انه احنا جيل وانتم جيل، عشان انا افهم التطورات اللي انتم عم بتعيشوها وافهمكم واجي معاكم كمان، انتم بتيجوا لعنا تفهمونا احنا كمان انه احنا مش كل اشي نقدر نعمله زيكم او نقدر نتطور بالسرعة اللي انتم تطورتوا. بعدين الكبار هن حصيلة حكمة، حكمة معينة وتجارب معينة اللي انتم ممكن تستفيدوا منها. لما نيجي نعطيكم نصائح مش فكة عننا، زهقتونا بهاي المواضيع بدناش نسمع هيك، احنا بنحب نعيش هيك. لا، اسمعوها وهضموها وشوفوا ايش ممكن تعملوا. زي ما انا بدي افهم حاجياتكم، تحبوا تروحوا وتيجوا وتلبسوا ايش بدكم وتعيشوا كيف بدكم وتحضروا ايش بدكم، افهموا كمان احنا نصائحنا والحكم اللي احنا والتجارب اللي احنا مرينا فيها. وما فيش شك انه احنا بنحبكم كثير 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 وبدنا مصلحتكم. مش بس نزور الستات لما في اكل طيبه، كمان اي وقت تيجوا لعنا البيت مفتوح. الله يحميكم الله يخليكم. ويا الحاضرين كلهم، ويا ما يعدمنا فضلهم، ويا واليوم القاعد عند صف السوابي، ويا والعاقل العايزين عندهم. لا 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 ويها أربع عوافي محا، ويها أربع غراير سمسيم، ويها كل حبي صحة صحة. سلمتيني كده. سلطة. يلا سلطة.
هي العيش العيش. يلا كملي. ويها العيش العيش. ويها يا مناطحين الجيش. ويها يلي ما عمل مثل السوابيع. ويها قعودوا بالبلد ليش. يا 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 بي على الكرسي غادي بسرعة. صباح الخير للكل الجميع. إن لحظة تاريخية هاي موجود إحنا وجود الأحفاد الأباء والأمهات الأجداد والكل هون. هاي الأرض تابعة لأهل سحماتة مهجرين. واليوم بقولوا له أقام يعني بحيرة صغيرة بقولوا باللغة العربية بحيرة صغيرة. لقاء جميل. شايف إنه كل الأحفاد هون بيضحكوا الأجداد. احنا بنحبكم عشان احنا بنحبكم جايين نرافقكم بهذا المشوار. ولا مره تبخلوا علينا بشيء. اقل التعديل بالاسبوع مره ازورونا. تردوش على ابوكم ولا عيمكم. ايوه اسمعوا. أيوة. بعدين بدي اوجه لكم سؤال سؤالين بس بسيطات. احنا خلصنا بال 58 المدرسه. كنا الساعه 3 4 نروح على البيت. كان معنا دفتر وكتابين. الكتابين يضلوا في المدرسه. الصف اللي اعلى منا يترك الكتاب لهذاك. اليوم تحملوا شنطات كبيره وفيها حوالي 10 كيلو 12 كيلو بعرفش مش مهم. هي التكنولوجيا تقدمت زمان. السؤال الاول ليش احنا كنا نعمل الوظيفه الساعه 3 4 بوجهها للاحفاد انا. لا لا انا سالت الاحفاد للاحفاد عشان كانت العتمة. كنا نتعلم على الشمعة على ضي النار واللي عنده قنديل أو سراج نتعلم عليه. هذا كريم سمين شو بطلتنا. والكهرباء بس إجت سنة 61 عمالية عشان هيك صرت كل شيء مضاء قدام كلهم أنوار كلها قدامكم. عندكم كل المجالات تعلموا والعلم في الصغر كان نحشي في الحجر. أنتوا مستقبلنا كلياتكم هون. احنا صرنا نختاري بالثمانينات والاستاذ الياس بدل تعرف ابو طونه وان الكبار الله يعطيهم كل العمر. بس احفظوا هذه التاريخ اللي قاعد اعطيكم اياه. اتعلموا لانه احنا في هذا الوطن بس العلم بينفعنا. اذا ما تعلمتوش شايفين شو بصير بالمجتمع. بديش احكي انا اتطرق للسياسه شوي. شايفين شو في. اشكركم. أشكر الأستاذ مازن على الفعاليات النشيطة اللي قاعد يقوم فيها. هاي نرفع فيها نحتز فيها دائما كلها. وأهلا وسهلا بالجميع و100 مرحبا فيكم.